أو لا شغل لا عمل لا يجي واحد أحسن قفصة. أحسن شيء أمشي بالدرب ويمشي بي أبوي، هو هذا زين. أجي هذا والله صيدك. السلام عليكم. وعليكم السلام، والله جابك على الفارس. شين علوش هو ماكو شيء؟ أقول لك أنت مو تريد شغل مو تريد مصرف؟ إي علوش الله ويدك، شنو الشغل؟ حلو هسه عجبني تريد فلوس. أقول لك تشوف ذاك قهوة. أقول لك هساي مو شبغة باوع لي باوع لي. هاي مو شبغة؟ إي شوف طلع من هي؟ وشنو؟ بعد ساحراني. ولك هاي يسموها الشبغة السحرية. عمي بيها لي ايش قد ما تريد تطيق؟ لو اعرف الدهن لو ابوك هم تطيق. ولك انت مخبل عاقة تريد نبيع لك اياها؟ شوف هاي جايبت لي كل ما انزعها والبسة تطيني من هاي المعجونية. اقول لك علوش هسه انا راح ادبر فلوس وبعد تفكر بالموضوع. اي هذا والله بيقطع تخفيصة من هاي الزينة حال احسن لي. ابو حسن ما تقول لي منين اجيب لك فلوس؟ هو انا واحد كاحت قوه قوه لملم منها ومنها واجيبها. يلا حيدا. يلا مع السلامه. هلا هلا علاوي. اقول لك لقيت لك شغله الا نعلق وراي. علاوي انت شغلاتك كلها فاشله، ما جبت لي يوم من الايام شغله بها خير، بالله قول شنو هي؟ حيدر شنو شغله فاشله؟ شبقه تلبسها تنزحها تبلك معجونيه حمراء، يعني نعلق من وراي. علاوي وين لقيت هيك شفقه؟ كلها كذب بكذب، تضحك علي؟ عمي بكيفك، راح ادبر الفلوس بعدين من برا. استغفر الله، عم بالبيت طافي الكهرباء، تطلع برا ضوجي، جوا ضوجي، وين تروح؟ اها شوف وين ماك واحد عاطل الله يذب عليك. اي همسل لقيتك علاوي. قول شكو. ولك يا شكو، لقيت شبقه يسمونها بالشبقه السحريه، تلبسها تنزحها تبلك 25. الصديق وينك هالشبقه؟ اقول لك مالك شغله، بس امشي خلينا نشتريها. يلا امشي. اهو شوف يا هو يجي جهاز الزوج، انه جايب ويا واحد، والله لو تجيب 10 ما قدكم، خلينا نحضر المعجونيه من هالسي. هلاوي هو قلت لك عليه، هو هالولد قلت له عليه يبيع شبقه. ايه تبيع شبقه انت؟ روح ما بيعها ما بيعها. ليش خالو؟ والله من قوه دبرنا كان 100 دولار وراوي لنا خيرها. قد 100 دولار تاش قد؟ يلا انا الخاطر علاوي كم صاحب راح يبيعها لك. روح واي وخذ ال 25 وياها. شوفها مشكور بعد قلب. مشكور خالو والله قطع. انا ادور لي بعد ناس اقفص عليهم. هلا حيدر. هلا حبيبي. اقول لك مو قلت لك تعال ويانا خلينا نشتري الشبقه. كيف هاي هي الشبقه؟ عمي يضحكون عليكم بهاي السوالف، والله جرب عشتوني. شوف 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 جيبها جيبها بس ما تقعد على جرب والله التجارب. ها شنو ماكو؟ يضحكون عليكم بهاي السوالف طايحين الحظ، هاي السوالف هاي. يلا امشي امشي روحوا ولي. مو قلت لك تعال يضحكون علينا؟ والله الله يضحكون عليهم بهاي السوالف، وين اكو شبقه طلع فلوس؟ هذولي والله بيهم تخفيصة ليل نهار يغسلون بالسيارات، بعدك ثاني ليل نهار حاطين التيل، والله اليوم إلا قفصكم. والله ملي أنا من أبوي، جيب السيارة ودي السيارة، روح للمعارض أرجع من المعارض. بيا شرا يس أنا شو الهباء السالفة، إخواني مدللين يبيعون ويشترون وأنا طايح. ألو حج فلوسك جاهزة؟ بس دحاوي تيام بالميناء. يلا هاي خوش. الله يعطيك الله يعطيك. السلام عليكم. السلام. دحاويات معارض. ايه حبيبي. اقول لك فتوات. جواب. محروسه للبيع. ايه للبيع. والله اطلنا بيها نطلع ترايشي. هاك هاي يلا فوق شوفه. اي بدا مؤخرة وهي تحريكة ويا سلم لي على السيارة. هذا والله حلو اشتري. ابو حسن لو خالي يشتري لك اياه. يا سكيت يا هاي التوم نطيتو السيارة تعرفوني؟ شو صار له فوق الساعة ما جاي؟ انا بدي اخلص غسل واروح انام ارتاح من الصبح لهسه، جيب سيارة ودي سيارة، وين تعرفون التوم؟ لا شايفه بالمنطقة. وهاي بيع مال سيارة، ترى سيارة مو لعبة، ابوي قطعنا اليوم. والله بعد ماذا يعني ندري؟ والله مالي غرض، انتم اختاروا بروحكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اقول لك بعد نقالك شنو؟ تراوس بهذا النقال اي 21. روح انا هذا النقال بي بصمه بكاميرات شغل 90 فريم.
اوه والله وين؟ ايه جيبوا جيبوا هكذي وشو شو حصلت؟ 21 راوسته باكس تعب. هسه هذول من مساعة انتظرهم جاي يغسلون بالسيارة، راح اصير دنيا غروب، وين صاروا؟ ولا واحد. تعالوا تعالوا. هاي وين شفتوا؟ احكي وين شفتوا؟ والله يا اخوي حيدر ما ادري شنو قلت. شيخ صاير؟ انا سولف له. طب ما قلت جا واحد، لا احنا الحمد لله ما بينا شيء وتخونا تشبين ما نقلب بطاريه. اي احكي. جا واحد صغير جاهل. انا قاعد اغسل وهم اجالهم، قال لهم تحكون وهاي تبيعون السيارة؟ قالوا لي اي. نطوس سويتش وهاي فلو شرد بالسيارة وصلنا فوق الساعة خربان بس هذا صغيرون اللي قفص بالعالم إيه إيه خربان. ذاك اليوم جالي واحد قال لي هذا عنده ولدي شافك طلع فلوس ضحك عليكم بشونا بشونا خربان عندهم علي إلا علقة من دانات عشان خوني يدوك هلا علاوي أقلك أرد أقلك شغلة قول علاوي أقلك هالسيارة فلوس السيارة فلوس النقل فلوس تخفيص العلاج أي موجودات لا تخافي أمي موجودات شو تريد أنطي هسه بعد إحنا خلصنا بعد هم نقفص على الناس لك إحنا ما نبطل حد ما موت نظل نقفص على العالم تدري ليش إحنا يعني رزقنا من وراء هذا شو نسوي بعد زين أقلك قول أنت ليش ما تخلينا داوم مدرسة حالي حال الطلاب حالي حال الناس خوي كنت قبلك هم طالب وما بيها مستقبل ولا شيء هذا درب كلش زين زين أقلك تعال أعلمك التخفيص ها يا هو العلمني العلمني أبوي تمام ابوي تعلم من جده جده تعلم من ابوه العائله كلها تبوك اوكي هسه احنا ليش مو مثل الشباب نطلع ونطب براحتنا وما حد يصح لنا الحراميين صوش من ورا ابوي ابوي ما كابنا وربينا تربيه زينه احنا تعلمنا هاي السالفه من عنده بعد شو نسوي شيلنا بشيلنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نتمنى انه عجبتكم هاي الحلقه وردنا نوصل الفكرة انه راقبوا اطفالكم زين لان الطفل منين يتعلم يتعلم من ابوه ويتعلم من امه ومن البيئة اللي هو عايش فيها فشنو يسوي الاب هو كذلك راح يتعلم من عندهم وبالتالي اذا كان الاب صالح فيطلع الطفل صالح وياخذها الى ان يكبر مو هالشكل ميدو صحيح واذا كان مو خوش ولد يطلع مو خوش ولد يعني قفاص بين قوسين تحياتنا لكم وهاي الشغلة السحرية الوراها كل المصايب ولا تنسون لايك والاشتراك وان شاء الله نجيكم بحلقات عظيمة اياكم ان تفعلوا شيئا خاطئا فاحذروا من ذلك فان ابناءكم سيسيرون على ما تسيرون عليه انتم فقد روي انه قال اب لابنه انتبه اين تضع قدميك وانت تمشي فاجابه ابنه احذر أنت يا أبي فأنا أتبع خطواتك.